من التورتايه، واسم المحل اهو عشان انا قلت له اعمل له فيديو. انا ما قلتلوش هو، بس انا قلت اعمل له فيديو عشان هو اداني الهديه دي، طبق الكنافه ده والطبق ده عشان ندى. تابعوا الفيديو لحد الاخر وكل سنه وانتم طيبين. عيد ميلاد ياسمين، الف سلام عليك يا رودي. انزلي بقى شكلي اهو. بصي معلش تورتا يا جوجو. عاملين دلوقتي يا جماعه، دلوقتي قبل 100 سنه لماما، يا رب نشوفها دايما على خير ونشوف سنت طيبه يا ماما، ونشوفك دايما بسلامه والخير كله والعيد. ولازم كل مره عايز العيد يرجع تاني من اول وجديد، ويجي العيد من الزمن، يعني انا عايزه اجيب زمن من اول. احنا عاملين مفاجاه لماما، جبنا لها تورته. ايوه جبنا لها تورته. مايك لماما وقول لها ايه شعورك لما بابا جاب لك التورته. ايه شعورك يا ماما؟ خلينا نستنى مايك، خلينا نستنى مايك. يلا اتخضيت. اتخضيتي؟ طيب قولي تيتا، ماما ايه في عيد ميلادها؟ أقول كل سنة طيبة يا ياسمين، وعيد ميلاد سعيد، عمل كل سنة، وعمل عيد ميلاد جوازكم إن شاء الله، والسنة الجاية يبقى أحلى من كده وأجمل، وكونوا قاعدين في قصر كبير، وربنا بيديكوا رزق ما تعرفوش جاي إزاي. خالته قولي لها ندى، كلمتي عرفيهم الأول، مين هي؟ قولي دي خالته. دي خالته يا جماعة، ودلوقتي هتقول حاجة. كل سنة وأنت وانت طيبة يا ياسمينة، وعقبال 100 سنة، والسنة الجاية تكون دودو وجوجو في الحضانة، وندى تكون جايبة هدية لماما تلطية كبيرة بدل بابا. كل سنة انت طيبة وعقبال 100 سنة، والسنة الجاية ان شاء الله تبقى أحلى سنة عليك. وبعد كده هنبدأ وخلت شروب. هادي جوجو، هادي جوجو. جوجو فين؟ جوجو قولي حاجة لماما. حاجة. قولي كل سنة طيبة يا ماما. قولي كل سنة طيبة يا ماما. هذا قلبي قلت امبوس. لا لا سنت طيبه يا ماما. هذه لا امسكي انت المايك. هذا اسمع انك انت طيبه يا ماما. بس هذا يلا سنت طيب. بين ثانيه واحده نفتح بقى التورته مع بعض. هاتي هنا خدي بابا شيلي جيش. دي هديه من المحل. دي هديه جامعه المحل ده عشان انا هو يعني حل كويس، فاداني هديه. احنا حظنا حلو مع الهديه، فطبعا قلنا هنصوره وهنعمل له منشن باسمه وزير الحلو. ايه يا رودي عايزه ايه؟ حبيبتي يلا هتعرفي تفتحه ولا افتح انا؟ ايوه صح كده افتح. هو مش لازقه من ناحيه التانيه. انت كده ما فتحتهاش الناحية التانية بقى. سيبي جوجو امسك الموبايل عشان انت مش عايزه تظهري عشان خاطر جزء خطيبها. دي كانت بتظهر معانا في الفيديوهات بس خلاص مش هتظهر تاني بقى. امسكي كده ده. لا ايدك ايدك امسكي كده. ما امسك كده. لا ما تقربيش انت انا الاول، او انا اتكلم الكلمتين الاول. لا كل سنه طيبين. صورين انا بقى. كل سنه طيبه ياسمين، وعيد سعيد عليكي، ويا رب يا رب السنه الجايه تكوني حققتي تارجت احسن من انت ما عاملاه في مطبخ بيف الالوان، اللي هو مش عاجبني. ما بتعمليش فيديوهات كتير وما بتعمليش حاجات كتير، فانا بعمل كتير الحمد لله فيديوهات دلوقتي. ممكن نكون بنعمل فيديوهات عائليه وجيمز وكل حاجه، عشان زي ما وعدتكم وقلت لكم القناه هتبقى قناه حياه الاعلامي صهيب بركات، مش الاعلامي بس، لا كل حاجه خاصه بحياه الاعلامي. فانا بقول لك سنه طيبه، وما تزعليش واقفلي بقك بسنانك دي. كل فيديوهاتها عبد الله الريخي ما هيعلق على نفس البق ده، وهي بتقول اتخضت لان انا ما كنتش واخد التليفونات معايا، ونزلت جبت لها التورته. بس ندى نقت التورته. تعالي بقى صوري التورته. انا نقت التورته. ندى نقت التورته. انا
ما هم مش مش انا اللي نقيت التورته يا جماعه، وانا اللي قلت لبابا قال لي استنى اشوف الاول، رحت قلت له ماشي، وراح شاف الاول لقى كلهم مش شكلهم حلو، وراح جاب اللي انا قلت له عليها عشان القرب بتاعه طلعت فريش فريش وجميله، وحتى سالنا الراجل قال لنا ايوه فريش وجميله، وبص حتى القرب متوزع في بعض كل حاجه، وحتى الشوكولاتات انتوا شايفينها يعني، وعاملين كريمه وحاجه ايه ما صوري بقى التورته حتى استنى طلعوها يا حسبي شوف بيتها بقى دي اوعي ايدي معلش عشان انا كنت بايع حلواني كده في سموندوس يعني بص اهو اهو الاوريو متوزع الاوريو متوزع يا جماعه الاوريو متوزع وانتوا زي ما شايفين كده زي ما شايفين الاوريو متوزع كده حتت حتت دورتي هاتي بقى موبايلك وصوره يلا كسون طيبين الطاية بتاعت المحلة ايه شكلها جميلة يا جماعة لنا الهدية دي جماعة الكنافة دي والطبق ده الندى صح؟ كسون طيبين ندى جماعة انا هتبوظ بتاعت الشوكولاتة انت عايزة شوكولاتة؟ عايزة شوكولاتة؟ ماشي الدلوة يلا هتسكيني سكينة سكي كده الدلوة الواحدة جمانة خد يا بابا استنى عشان تصور استنى المايك اللي مش على الارض استنى صور صور يلا لا استنى صوري صوره الاول خلاص صوري صوره حلوه مش مهزوزه عشان احطها على الغلاف يلا صوري ماما صوري يلا صورتي ماشي خالد نعم انت شايف بعمل لك ايه على ايه انت صورت انا تويا بس بص لا انا ببصها على السيري ما ببصهاش في الصور انت بتاكل من الصوت يلا خالد ايه ايه انت قربتي قوي لا هتقطعي استمعت كده العدو حاضر سامي ماما كل سنة وانت طيبة يا ياسمين معلش انا مش زهرة علشان خطيبي طه يعني الغيرة وكده ما عشان ما يزعلش بس ما بيحبش اللي انا اظهر حطلي فلوس ما تهديش حطلي فلوس يا عيني كل سنة وانت طيبة وقبل مليون سنة وريهم هدايا بص المهم الفلوس المهم الهدايا مش عايزين نعرف الفلوس كده حلو يلا فين مين تاني الفلوس كمان بتوريهم الفلوس يلا كل سنة انت طيبة قبل 100 سنة مش يلا نوتي ولا ندى ندى هدية ندى ماما 100 سنة يا ماما فلوس برضه برضه ندى هديتها حلوة جايبها لماما حلقة ايوه عشان هي خرمة وبنا انا كنت جايب ستاند موبايل وجبت لها ده اللي بيفرق معاها كارت بصي ضحكتها ازاي اسنانها دي ماشي يلا كسان طيبين طيبين قولوا بقى حاجه للجمهور اللي انت بقالك كتير ما بتعملهمش فيديوهات قول لهم بس ما هو بقى استغفر الله العظيم معلش داري اسناني كده واتكلم اتفرجوا عليها ازاي اصلا مش عارفه استغفر الله العظيم مش عارفه اقول لكم ايه بس تابعونا يعني عايز اقول لكم ان انتوا لو تابعتونا هتشجعونا نعمل لكم حاجات جميله قوي واصور لكم حاجات حلوه قوي بس انتوا تابعونا يعني تابعوا وانتظروا حاجات جديده وحاجات جميله بس شجعونا على كده بس وكانت مفاجاه حلوه بس انا اتخضيت كانوا هما عملوا وانا كل سنه اقول لهم ما تعملوش كده بس هما بيعملوا كده يعني رخمه رخمه ايه رخمه يا جدعان معلش والله كل مره يعملوا كده ما بقول لهم ما يعملوش كده عشان انا اصلا يعني مش عارفه اقول لكم ايه انا جايبه مفاجات قوي يعني بس اتخضيت يعني روحوا كده يعني مفاجاه احنا عملناها لماما وتاخر ساعه وكنت ماما يعني لازم نخضيها عشان ادي ما ادا عيد ميلاد عيد ميلاد يا رب وعيد سنة كده احنا مع بعض ان شاء الله وشجعونا شجعونا بقى ها لا اله الا الله معلش يا جماعه معلش معلش سلام طيب دي بعد ما التغطيه بتحب الميلاد ماما ما ورتهمش الطبق سوى الساعة كده
يلا قطع انت وهي. هاتي المفروض هاتي الوش وبعد كده تنزلي بالكاب كده وبعد كده تنزلي على السكين. ثانية وايه؟ ما تجيبيش ايدك. هاتي الوش. اهو. يلا انزلي بقى. شكلي اهو بصي تورتا. تورتا يا جوجو. الفيديو ده هتبعته لي عشان هحطه في الفيديو. انا عادي انا بقول كده كل حاجة. طب احنا الاثنين صورنا. تاخد انهي واحد؟ الاثنين. بيقطع هو. نعمله فيلم سينما. بيقطع هو. في واحد منهم بشع على فكرة. ايوه شكلي بشع انا عارف. انا بتكلم على الفيديو. الناس اتعودوا. استني اوعي تاخد المروحة وراك. استني. في ايه يا جدعان بتتخانقوا؟ اوه. يلا خلي دودو تقطع عشان كان عيد ميلادها. يلا يا ندى. تعالي يا ندى. روحي يا دودو. تعالي انت الناحية انت. تعالوا الناحية انت. تعالوا الناحية. تعالي يا ندى. سكيني مسك معي سكين. لا خليك انا امسكها واقطع انا. قطع. قطع؟ ايه ده جوجو كمان. وخلي لسه تقطع عشان كان عيد ميلادها. عيد ميلادها جاي. يلا روحي قطع. قطعت الحته دي اكبر انا. قطعي مع ندى. دي بتاعتي انا اكيد. يلا. يعني انت اللي قطعتها اصلا. يلا قطع خلاص. لا تعالي انا وانتي. هتعرفوا ولا هتبوظوها؟ انا اللي جايبه لك الكبده دي. بالله ربنا الشيطان عليها يبقى لنا بتاعتنا هو انت كل اللي تتقطع كبير بتاعتك خلاص استنى لسه من كده ايه يا جوجو؟ جوجو بتحاول تسرق شوكولاته ممكن انا احط اديها له طيب خد يا جوجو خد انا احط صوري لك تاكل لا خد انا احط لا 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 استنى حرامي شوكولاتة يا اسد دي حرامي شوكولاتة ممكن كلنا حرامي يا اسد جوجو يا اسد كلت شوكولاتة يا زوزو خلاص يلا خد يا بابا كلت شوكولاتة؟ لا انا عايزة ايه انا عايزة انت تحكي لها واحنا كلنا وقفي ليه لامك؟ شروق ام سو سوري انا زعلتك بالغلط من التورتايه واسم المحل اهو عشان انا قلت له اعمل له فيديو انا ما قلتلوش هو بس انا قلت له اعمل فيديو عشان هو اداني الهديه دي طبق الكنافه ده والطبق ده عشان ندى تابعوا الفيديو لحد الاخر وكل سنه وانتم طيبين عيد ميلاد ياسمين الف سلامه عليك يا رودي